الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الافاضل مرحبا بكم، اهلا وسهلا الى ملعب الكامب نو. ومن دون ليو ميسي الذي يدخل في هذه اللحظات سيكون في كرسي الاحتياط بعدما غاب في المباراه الاولى التي لعبت هنا وفاز فيها البارسا بالخمسه. برشلونه يستضيف ريال مدريد. ليو ميسي الذي يدخل في هذه اللحظات سيكون في كرسي الاحتياط بعدما غاب في المباراه الاولى التي لعبت هنا وفاز فيها البارسا بالخمسه. برشلونه يستضيف ريال مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا. الاتحاد الإسباني لكرة القدم منح لنا ولكم عشاقنا الكرام ومشاهدينا المحترمين، منح لنا متعتان إضافيتان هذا الموسم من خلال لقائي الذهاب والعودة في كأس إسبانيا. أجواء كبيرة جدا في ملعب الكامب نو. فريق برشلونة سيحضر اليوم في هذه المباراة بتير شتيغن في حراسة المرمى، سيميدو سيكون على جهته اليمنى، جوردي ألبا على جهته اليسرى، كليمون لونجلي رفقة جيرارد بيكي في وسط الدفاع، بوسكيتس أرتور وراكيتيتش، وثلاثي الخط الأمامي مالكوم لويس سواريز وفيليبي كوتينيو. غريب أنه في المرات القليلة عندما تذكر تشكيلة برشلونة تذكرها من دون ليو ميسي في كرسي الاحتياط رفقة موريو بواتينغ، سيرجي روبرتو، ألينيا، فيدال وإنياكي. في الجهة المقابلة فريق ريال مدريد اليوم ينزل بكيلور نافاس في حراسة المرمى على الجهة اليمنى، دانيال كارفاخال، مارسيلو البرازيلي على الجهة اليسرى، سيرخيو راموس مع رافائيل فاران، يورانتي، لوكا مودريتش وتوني كروس، لوكاس فاسكيز، بنزيما. محاولات وهكذا تهديد في بداية هذه المباراة. كرة في الدور الثمن النهائي، الريال في أفضل أحواله كذلك. خمسة لوكاس فاسكيز ضيعها والاسترجاع من أرتور في الوسط، والحكم فريقين، وكوتينيو في وضع تسلل. الحكم المساعد رف فيليبي كوتينيو في أول كرة الإعادة، نعم وضع تسلل واضح. الصغير يلعبها مباشرة مع مارك أندري تير شتيغن، يضغط كريم، فينيسيوس، فينيسيوس يوصلها لتوني كروس، با 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 رايح. ما زال الكرة لأرتور، التغطية الدفاعية من لوكا مودريتش، أرجع للخلف وسترجع، بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم، وجول، با 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 جول بنزيما، ومواصلة ناحية فاسكيز يفتح مجال التسجيل في الدقيقة السادسة. جول 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 جول، لعبة من أروع ما يكون من فينيسيوس في اتجاه كريم، راقب الكرة بالبراعة اللازمة ومررها بالبراعة أيضا في اتجاه لوكاس فاسكيز وسجل هدفا أولا. جول يا لوكاس، جول يا فاسكيز، جول يا مدريد. توزيعة في الهواء خطيرة لوكوتينيو، والدفاع ما زال عنده الكرة، مارسيلو محتار عنده الكرة الآن باليمنى وباليسرى ويستفيد من دخلكم مالكوم لولو لولو، رائع الكرة. أربع لاعبين فوق عليه، توني كروس فوق على هذه الكرة، توني كروس ومالكوم والحكم توني كروس في بداية هذه المباراة. تسجيل هدف كوتينيو، أرتور اللعبة رائعة، أرتور ما زال التوزيع، مالكوم طلبها وصلته، يرجع مرة ثانية في اتجاه نيلسون، سيميدو، مالكوم، سيميدو في خط، يحتج يا راموس على حكم المباراة. على نفس الخط، الكرة مرفوعة في القائمة الأول، خطيرة، محاولة أخرى في تنفيذ هذه المخالفة لصالح البارسا، يرفع الكرة خطيرة وراموس، وانطلق بنزيما، 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 وفينيسيوس، لعبة مع سواريز، جوردي ألبا دخل باليمنى، رجع لسواريز، سواريز، وين يا سواريز؟ القائم الثاني وراقب الكرة بالبراعة من أمام لونجلي، وينك يا لونجلي، وينك؟ أو إذا يستثمر في غياب الغول. تير شتيغن ماذا تفعل من أم فينيسيوس؟ تير شتيغن، تير شتيغن، وخلفه فينيسيوس، بنزيما، بنزيما، فينيسيوس، فينيسيوس، لا لا، أنا متأكد بأن فينيسيوس حب يحبر، سيقولون الرأسية من هنالك من سواريز ورانتي. مالكوم يتسلل، لا لا، الحكم يقول لا، مالكوم بابا خطيرة. هناك وضعية تسلل تماما في اللقطة، ليس هناك وضعية تسلل حسب هذه. لعبة مع سيميدو، سيميدو لا هو ولا ولا أرثور، وسط ميدان، بنزيما يراوغ، بنزيما يدخل، يرجع لفينيسيوس، التوزيعة خطيرة، التمريرات والتوزيعات بين كريم بنزيما وفينيسيوس. له مازال يوصل لكريم الفراغات والمساحات، وكريم ومازال، والدفاع، ويستلم ويمرر وينطلق ويهاجم كما يريد امام البارسا في الكاس. غاية نهايتها خاصة البا البا البا، لا لا،
لورا مارسيلو يكاد يسترجعها وسيميدو يتفوق ومارسيلو يتفوق مرة ثانية والحكم كوم على جهة اليمنى مالكوم يواصل معها لويس واريز رجعوا معها أربع لاعبين مالكوم لويس واريز القنبلة لا تمر القنبلة تقذف مالكوم وكيلور نافاس مالكوم 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 والكرة مرت سلامات الكرة مرت سلامات بعد هذه الراسية رفقاء قريب منه كوتينيو مالكوم يفضل الكرة البعيدة والدفاع يدخلك ناحية مالكوم 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 بيني رجعت له والدفاع مع مالكوم اطلبها يبحث عن سواريز ولكن الكرة لوكاس عبيرا لوكاس مر لوكاس دخل لوكاس يوزع كرة خطيرة على الجهة اليمنى راح مالكوم مع مارسيلو مالكوم دخل كرة خطيرة وممتازة سميدو بابا خطير ما لا يحدث مرارا ولا يحدث عادة هنا في الكامب نو في الكاتادول مالكوم في تنفيذ الركنية يرفعها عالية خطيرة وصعبة وخروج الحكم وليس لفينيسيوس واضح الخطأ واضح ونتيجة ثقيلة اليوم مالكوم في تنفيذ هذه المخالفة مالكوم وجول بول ضربت في العارضة الأفقية لكيلور نافاس عرضية بعيدة ورافائيل جاي يسرى مرو دخل فينيسيوس وبنزيما يو 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 تجمل وراح لوكاس فاسكاز 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 فينيسيوس لا لا والكرة راحت ركنية قال حكم المباراة فاسكاز مبدع كم كانت رائعة من قبل راكيتيتش كراموس احذروا من راموس من راموس مالكوم يدخل مالكوم مازال مالكوم يلعبها الكرة سواريز ثالثة للبارسا ضاعت يا سلام عليك يا مالكوم لا ليس هناك أي شيء مالكوم ومارسيلو يرفع كرة خطيرة من هنالك راكيتيتش هاي كرة تاع لويس سواريز في الزاوية البعيدة مع ذلك يوصل ويدخل ويلعبها بينية سواريز يغير تماما كارفاخيتش في المراوغة ودخل راكيتيتش راكيتيتش سواريز سواريز من هنالك جوردي ألبا جوردي ألبا مالكوم رجعوا عناصر برشلونة مالكوم باليمنى توزيع رائعة المراوغة مالكوم دخل مالكوم راح مالكوم مازال مالكوم البرازيلي الصغير فينيسيوس 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 رائعة التمريرة مالكوم مالكوم على الجهة اليمنى مالكوم يرجع لراكيتيتش والدفاع غير المتوقع الذي يزعج ويقلق ليو ميسي وهو كاس وصلت لوكاس الانجلي ببراعة الانجلي يتفوق لوكاس فاسكيز ومسك بعد يلعب الكرة راكيتيتش فينيسيوس وخطا يقول حكم المباراة والبطاقة البيضة مباراة 18 سنة أول مباراة كلاسيكو بالنسبة إليه ومع ذلك يلعب آخر الكرات في اللقاء شوف الإعادة اللقطة الرائعة جدا من كريم بنزيما سجله لوكاس فاسكيز بكيفية رائعة جدا عند الدقيقة ريز محاصر يوصل لجوردي ألبا جوردي ألبا على اليسرى والتوزيع كيلور نافاس في حراسة المرمى كارفاخال على الجهة اليمنى مارسيلو على الجهة هي البطاقتين اللتين أخرجهما حكم المباراة لسيرخيو راموس لوكاس فاسكيز من أمام جوردي ألبا حكم المباراة خلى اللاعب لم يقم مباشرة الكرة لعبت لصالح عناصر الريال والكل هنا يترقب وين كريم دخل الدقيقه السادسه كريم يلعبها ممتازه لفينيسيوس فينيسيوس توصل هو كذلك ست دقائق لعبنا الان هل ياتي الجول الان لا ليس وصلت من هنالك لبوسكيتس راكيتيتش وكوتينيو فرصه اتيحت لكوتينيو للتسديد من بعيد بهذا الشكل تعرفوا بان كوتينيو كن اخطا بعد تؤتي الكره وسيميدو في الاعتراض اللي يخرج ليو ميسي شوف الآن المخرج طالنا ليو ميسي وهو يجلب البطاقة الصفراء أنا خرج له البطاقة الصفراء نعم نعم اللي هو القائم ومالكوم ومالكوم وجول 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 اللعبة من أروع ما يكون مالكوم حط في الجول وسجل هدف التعادل يا سلام سجل هدف التعديل لفريق برشلونة من لقطة والأروع يا سلام نهوض ميسي للإحماء أرهب الريال نهوض ميسي للإحماء كذلك شجع رفقاؤه فوق أرضية الميدان ماذا هنالك السيد الحق اليوم 92 ألف مناصر حاضرين في المدرجات وخطأ آخر هنا من لياس فاريس كوتينيو الكرة ضاعت وجوردي ألبا ولا كاس يمر لوكاس فاسكيز يمر مازال والحكم صفر له خطا فاتي فيدال بوسكيتس بوسكيتس ليو ميسي في اول كره